كابتن شريف، ولا خليني ابدا مع حضرتك بتشكيل منتخبنا الوطني. ثلاث تغييرات عن المباريات السابقه، ما رايك فيها؟ والله وجهه نظر، هو اجيري هو المدير الفني وهو المسؤول عن المباريات ومسؤول عن التشكيلات ومسؤول عن كل حاجه الحقيقه يعني، وهو اللي شايف فرقه اوغندا كيفيه ازاي يكون بيواجه الفرقه اللي هي لعبت نفس الفرقه اللي هو لعبها، اذا كانت الكونغو او زيمبابوي. فهنشوف باذن الله هل التغييرات دي فعلا هتبقى مفيده، وهو مش عايز يعمل ريسك بالنسبه لمحمود علاء وبالنسبه لدونجا ودخوله والمساعده والسبورت بالنسبه لنص الملعب. عايزين نشوف شكل احسن سبورت لعبد الله السعيد، ويكون تمام في انطلاقات بالنسبه للشكل الهجومي باذن الله، ونعمل حاله ضغط على فرقه اوغندا اللي هي محتاجينها علشان يبقى في تهديف بدري باذن الله يريحك من خلال المباراه. رايك يا كابتن حشيش في التشكيل؟ يعني انا كان رايي برضو يعني طبعا مع التغييرات دي، وكان ممكن كمان يريح المحمدي ينزل عمر جابر برضو يديله فرصه، لان برضو المحمدي يعني شافه في الماتشين اللي فاتوا بيه على الشوط الثاني كده والموضوع بيقل عنده، فكان لازم برضو يغير يدي جابها اليمين تتحرك شويه. طالما غير يعني ثلاثه، وبعدين هم يعني التشكيل الاساسي اللي اتلعب بيه الماتشين اللي فاتوا ما لعبوش مع بعض كتير، فاي عنصر حتى كمان داخل جديد دلوقتي مش هيفرق يعني في موضوع الانسجام. فانا كان رايي كمان ان هو كان يغير برضو المحمدي يديله فرصه يعني. كابتن اسامه، التغييرات عامل في كل خط تغيير في الدفاع، في خط الدفاع مقبول. باهر محمدي في وسط الملعب، نبيل عماد دونجا واحمد حسن كوكا مكان مروان محسن. مباراه النهارده مباراه مهمه المكسب فيها، مكسب هيديك ثقه قبل ما تدخل دور ال 16. النهارده الاداء مهم هيديك ثقه للمباريات القادمه، المباريات هتبقى اصعب الى حد ما. النهارده المكسب بياكد انك انت تستحق انك تكون اول المجموعه. النهارده شفنا مفاجاه مدغشقر مع نيجيريا، النهارده اوغندا برضو ضمنت يعني الوصول، لكن احنا عايزين نلعب على المركز الاول والترتيب الاول، ده هيساعدنا انك انت هتلاعب بعد كده يعني احسن توالد. فالنهارده صعودنا ان احنا اول، فده هدف مهم جدا. فالنهارده الفوز بمباراه اليوم امام اوغندا مهمه لكل الاسباب اللي قلتها لك كابتن اسلام، هتتصدر المجموعه عشان تلعب اول توالد، اقل نسبيا شويه الفرقه اللي هتلاعبها عكس لقدر الله طلعت الثانيه هتلاعب اول المجموعه. الحاجه الثانيه هتديك ثقه للمباراه اللي جايه. ثالث حاجه انك تاخد 9 بونت، فده يدي دفعه كبيره للاعيبه. حته التغييرات النهارده بنشوف طارق حامد بيريح، طارق حامد لعب موسم طويل وشاق مع نادي الزمالك فتم راحته. باهر المحمدي نفس الكلام، كان عنصر اساسي ودخل مكان محمود علاء اللي ادى يعني. محمود علاء بالنسبه لي مفاجاه مع احمد حجازي، عاملين دويتو الاثنين ما شاء الله، تحس ان بقالهم فتره كبيره بيلعبوا مع بعض وفي تفاهم. واحمد حسن كوكا موجود النهارده، كنت اتمنى اشوف احمد علي برضو يعني، كان لسه ما خدش فرصه خالص، كنت اتمنى هو اللي يكون موجود واخد فرصه. لكن يعني تغييرات اتمنى يعني الشكل يتحسن بيها عن الماتشين اللي فاتوا امام الكونغو امام زيمبابوي.